مرحبا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في الحياه في مصر وطبعا النهارده كان يوم استثنائي بمعنى الكلمه بنتكلم فيه على نتيجه جهد كبير وتعب وعرق وكمان مئات المليارات من الجنيهات اللي تم ضخها في قطاع الكهرباء علشان حضراتكم ما تحسوش باللي كان بيحصل من اربع او خمس سنين اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام هنتكلم بشكل مفصل عن قطاع الكهرباء المصري من خلال ضيف اللي بيشرفني بالتاكيد في الاستوديو الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقه العالمي يا اهلا وسهلا بيك اهلا بيك فند. مشرفني يا فندم في البداية قبل ما ندخل على قطاع الكهرباء نتكلم على مجلس الطاقة العالمي نوضحه لمشاهدي الكرام إيه هو مجلس الطاقة العالمي مجلس الطاقة العالمي هو منظمة عالمية تتحدث عن كل أنواع الطاقات تجد بعض المنظمات تختص بطاقه معينه زي الاوبك والاوابك تختص مثلا بطاقه البترول والغاز في البعض يختص بالطاقه المتجدده لا مجلس الطاقه العالمي هو منظمه معنيه بشؤون الطاقه لكل انواع الطاقات كل انواع كل انواع الطاقات وهي تبذل جهودها البحثيه وفي المؤتمرات وفي مجموعات العمل الدوليه في في البحوث المتصلة بكل أنواع الطاقات مه. يجمع تحت مظلته أكثر من مائة دولة في العالم وله شعبة قومية في كل دولة من هذه الدول ولذلك مصر لها الشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمي التي أشبه بعضويتها ومن خلال هذه العضوية انا اكون عضو في مجلس الطاقه العالمي يا اهلا وسهلا بك يا فندم مشرفنا مش بالتاكيد تعيش. نتكلم على اللي حصل النهارده حضرتك بتتابعه ازاي وبتشوفه ازاي لان انا انا هقول لك على احساس انا كمواطن مصري انا لما اعرف ان بلدي فيها اكبر محطه طاقه رياح في العالم فده شيء يسعدني حاجه في انفراد بالنسبه لي مش دايما بنكون في ديل القايمه زي ما موجود على السوشيال ميديا لما أبص ان في في بلدي اكبر محطه طاقه شمسيه في العالم شيء برضه يحسسني بزهو ببلدي لما احس ان بلدي بتضيف طاقات 25 الف ميجا وات في مجرد اربع سنين في حين ان السد العالي بعد ما تم تطويره كان 2100 ميجا وات فبتكلم على 12 ضعف طاقه السد العالي فده شيء لازم نقف عنده تابعت الارقام دي ازاي اه بالتاكيد يجب ان احنا نقف عنده زي ما سيادتك تفضلت احنا لو بصينا للازمه الطاحنه التي كنا فيها بالنسبه للطاقه من سنة 2012 إلى 2014 وامتدت بعض الشيء 2015 ستجد أن القدرات المركبة 2014 في الشبكة كانت حوالي 33 ألف ميجا وات اللي كان بيشتغل منها حوالي 22 ألف ميجا وات في حين كنا بنحتاج حوالي 28 ألف فكان في نقص يصل إلى 6000 ميجا وات وده لاسباب عديده اهمها نقص امدادات الوقود وانخفاض عوليه المحطات مم. وجهوزيتها وعده اسباب وصيانه وحاجات كتير بالضبط وعده عده حوالي خمس ست اسباب كلنا تكلمنا فيها سابقا مم. النهارده لما تجد في ثلاث سنوات ترتفع القدره المركبه من 33 ميجا وات الى 50 الف من 33 الف ميجا الى 50 الف ميجا فانت أضفت للشبكة تقريبا أكثر من 50% من اللي كان اضيف لها على مدى 35 سنه بس نتوقف هنا ال 33 اللي كنا بنتكلم عليهم مش كلهم شغالين كانوا 22 بس اللي شغالين لا المهم كمان انجزوا وانشئوا في حوالي 35 سنه انت اضفت اكثر من 50% منهم في ثلاث سنين وده انبيليفبل حاجه لا تصدق انك في ثلاث سنين تضيف ما نصف او اكثر من نصف ما اضيف في 35 سنه ده يوري لك بالضبط ايه عجله الانجاز وسرعتها وايه الجهود الضخمة جدا التي تمت لأجل تحقيق أنت ممكن تضيف عشرة في عشرين في إنما بتضيف أكثر من خمسين في من شيء أنت بنيته في خمسة سنة أنت بتبنيه في ثلاث سنين هنا حضرتك هتجد أن المشروعات اللي حصل ده جهد وعرق وإرادة وأموال طائلة وقدرة عالية جدا للتنظيم وإدراك فائق لأن قضية الطاقة هي قضية أمن قومي. هو دي اللفظ اللي كان أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيكلم وزير الكهرباء، قال له دي أمن قومي. بالضبط، فالإد يعني أنا شايف إن إحنا خرجنا من الأزمة والجهود دي كلها كان سببها حاجتين، م. الإدراك الفائق للقيادة السياسية بقضيه الطاقه باعتبارها محرك للتنميه وقضيه امن قومي م. النقطه الثانيه ان تم تاسيس استراتيجيه قوميه نبعت منها مجموعه من الخطط الطموح التي تتصف بالجساره والجراه والثقه م. انت لا يمكن ابدا تعمل ده ان لم تكن تتسلح بالجراه والجساره والثقه ده كان انجاز ضخم جدا تعمله في ثلاث سنين وقصادك محددات رهيبه لا انا مش عايز اقف بس على ان ذلك تم بالنسبه لدوله تقاتل على جميع الجبهات هذا تم احنا بننسى احنا لازم نفتكر ان الثلاث سنين دي الانجازات اللي تمت فيها مش بس في الطاقة الحقيقة، بص لقطاع الاسكان، بص لقطاع الزراعة، بص لقطاع حتى انا لسه كنت بكلم الناس خلينا الكلام على المترو انفاق والحفار اللي شغال تحت الارض، بص احنا مش شايفينه غير لما بيحصل افتتاحات. اذا انت في دولة تقاتل على جميع الجبهات ان يحدث فيها هذه هذا القدر من الجرأة والجسارة والثقة علشان تنفذ هذه المشروعات في ثلاث سنوات وتعمل ثورة في البنية الأساسية وفي المستقبل الموعود أنت هنا الحقيقة أمام شيء غير مسبوق طب أنا عايز برضو في رقم تاني غير مسبوق وإحنا, وإحنا بنفتخر باللي تم إنجازه في الثلاث أربع سنين اللي فاتوا والرقم اللي تم صرفه كان 155 مليار جنيه تخيل حضرتك أن المشروعات اللي بيتم حاليا العمل فيها حجمها هيوصل ل 550 مليار جنيه، ده كل ده واحنا مش ضايفين محطة الطاقة النووية بتاعت الضبعة. بإضافتها هنوصل لتريليون جنيه يعني 1000 مليار جنيه. الأرقام دي أنت بتقف عندها إزاي؟ أنا عن نفسي مصدوم آه. من الأرقام لا دي. أنا بقف عندها بنظرة اقتصادية صرفة. حضرتك في قطاع الطاقة لما بتستثمر أي نفقات واستثمارات يتم ضخها في قطاع الطاقة عوائدها كلها مضمونة ولذلك مصر تستطيع موقفها جيد جدا مع البنوك الدولية في, في الإقراض والمنح وهكذا لأنه ثبتت جدوى هذه الاستثمارات في قطاع الطاقة بيجيب استثماراته كلها في أقل من عشر سنين والباقي كله بيبقى لصالح الاقتصاد القومي فأنت بتستثمر في قطاع الكهرباء سلعة سلعة تباع وتشترى وإذا أضفت إليها بعد ما تحسب كل التكاليف وتحط هامش ربح بسيط علشان تأمن الاقتصاد لأن ده عائد للدولة طبعا فأنت في الحالة دي بتلاقي نفسك أمام اقتصاد في غاية الحيوية، اقتصاد الطاقة هو من أشد اقتصادات العالم حيوية في أي دولة. فأنا لا أقف أمام هذه الاستثمارات، هي رايحة في مكانها. ورايحه تستثمر على افضل نحو تتصوره، وعوائدها مضمونه نقف عند الجزئيه دي, دي على طول. لان عوائدها المضمونه دي لازم بنتكلم على الربط الكهربي. احنا هيكون عند الحمد لله احنا دلوقتي عندنا اكتفاء مع تظبيط شويه الشبكات التوزيع الدنيا هتظبط اكتر، بالاضافه للجهود الكتيره اللي هتنضم للشبكه القوميه، ان شاء الله هيكون عندنا فائض، الفائض ده لازم نوزعه، نوزعه بان احنا نصدره. شايف ازاي التصدير والربط الكهربي مع دول الجوار او مع اوروبا في الفتره اللي جايه؟ احنا مصر زي الواسطه من العقد هي مرتبطه بالمشرق العربي ومرتبطه بالمغرب العربي م. والمشرق والمغرب مرتبطين باوروبا عن طريق من الشرق تركيا البوسفور والدردنيل ومن الغرب جبل طارق م. فالمغرب اساسا مرتبطه على طول باسبانيا من عند جبل طارق انت عندك دلوقتي رب. احنا كمان فكرنا في وصلة بسيطة هنعملها من من مصر تربط الربط بأوروبا عن طريق تحت البحر قبرص عن طريق قبرص واليونان فالوصلة دي بسيطة وحوالي تحت البحر اه حوالي 1500 كيلو مم. وتوصلنا فانت عندك حضرتك بتتكلم في 1500 كيلو بشكل مبسط اه 1500 كيلو لان احنا, إحنا من هنا الأصون 1000 كيلو احنا رمينا كابلات في خليج العقبة كابل نزل ل 80 متر تحت البحر وربطنا بالاردن احنا مصر عندها خبرة ثمينة في التنفيذ مع الشركات الدولية في هذه الكبلات المشروعات الكابلات المائية فاحنا عندنا من السهل جدا نربط باوروبا مم. وبعدين احنا اوريدي مربوطين شرقا وغربا قدرات الربط احنا بنطورها يعني مثلا القدره التبادليه بيننا وبين الاردن 450 ميجا احنا بنرفعها دلوقتي الى 2000 ميجا عشان تقدر تضخ في هذا الاتجاه اب تو 2000 ميجا في ربط جاي مع السعوديه قدرته في حدود 3000 ميجا فاحنا عندنا افق واعد خلينا عند الجزئيه اللي حضرتك قلتها لان الربط بتاع السعوديه احنا كنا بنعمله في فتره إحنا عندنا تعب في الكهرباء وهم برضو بيبقى عندهم في فترة الذروة تعب، فترة الذروة بتاعتهم استهلاك الكهرباء الشديد غير فترة الذروة بتاعتنا، فإحنا نديهم في فترة الذروة وناخد منهم في فترة ذروتنا، دلوقتي إحنا ممكن نصدر في غير فترة الذروة بتاعتنا. آه طبعًا. أو أو في, من في أي وقت. طبعًا، خد بال سيادتك الشبكة السعودية مرتبطة بدول الخليج العربي كلها. فانت في سوى ست دول مجلس التعاون الخليجي وانسى انك ربطت من خليج العقبه بالسعوديه انت ربطت بالست دول مباشره م. واخد بال سيادتك ففكره عندنا كمان مشروعات للربط في العمق الافريقي لان في دراسات جدوى اثبتت ده اللي نفسي فيه في الفتره آه اللي في ربط مع اثيوبيا والسودان والعمق الأفريقي بصفة عامة وده جاي في السكة حوض النيل بصفة أساسية يعني أثيوبيا انت... نفسها بتروج لسد النهضة بأنها في دو... طبعا بالنسبة للدول الجوار أنها هتمدهم بالكهرباء أه؟ فدي أمر مهم للغاية بالنسبة للقارة الأفريقية هي للغاية. الطاقة عصب الحياة طبعا. طبعا وبالتالي الجميع يفكر فيها باعتبارها أساس الحياة الح... المعاصرة وأساس التنمية آه أنا عايز أقول لسيادتك بقى آه القيمة المضافة للاقتصاد الوطني لما تصدر الكهرباء هتبقى قيمه عاليه فهتدعم الاقتصاد الوطني بشكل كويس جدا انت في الطاقه مش خسران ابدا انت ربحان على طول الخط حتى لو يا عندك سهل يا رب. حتى لو عندك زيادات لان زيادات هتستثمر على نحو جيد جدا في التبادل الكهربي وكمان ترسيخ مصالحك مع أف... مع افريقيا بتعود عليك بمصالح سياسيه يعني لما تبني شبكه علاقات اقتصاديه ودي اللي كنا بنفتقدها في الفتره اللي فاتت اقتصاديه مع دول الجوار حتى الافريقيه هيخلي فيه المصالح السياسيه قويه مش في مش هتيجي في يوم من الايام تنفصل هو روسيا وتركيا حتى لما تركيا اسقطت الطياره الروسيه ما حصلش الفرقه بسرعه ليه لان كان في تبادل مصالح كبير بالضبط بالضبط كلام سليم ده انا ادي لك مثال سمعته من احد اساتذتنا الكبار في قطاع الكهرباء قال ان اثناء الحرب العالميه الثانيه كانت المانيا بتحارب فرنسا لكن في مركز التحكم في الكهرباء كانوا يتصلوا ببعض علشان الكهرباء المربوطه في الشبكتين بيحاربوا بعض حرب عالميه لكن عند الطاقة يعني الربط ده كان موجود في الحرب العالميه؟ اه لكن اوروبا مرتبطه بشبكه وكان الديسباتشر او يعني اللي موجود في مركز التحكم القومي يتحدث مع عدوه علشان يتواصل الامداد بالكهرباء ولا تمس الطاقه يت... يح... تح... الجيوش تحارب على الارض زي ما تحارب لكن لا تمس الطاقه، شوف الادراك العالي قد ايه كانت الطاقه بالنسبه للشعوب احنا امام اساس قوي جدا لنهضه شامله اذا انت كنت مرتكزا على دعامات قويه جدا في مجال الطاقه، م. وده اللي مصر عملته وده قيمه الافتتاح النهارده، احنا بنقوي البنيه الاساسيه في قطاع القوى الكهربية المصري علشان أولًا بتأمن الإمدادات مش بس بتأمن الإمدادات لما هو قائم، ده في نقطة مهمة جدًا، كلنا مش واخدين بالنا إن في الثلاث سنين دول تمت مشروعات كثيرة في جميع القطاعات مستنية القوى الكهربية. أنت لازم محطات الكهرباء تسبق مشروعات التنمية عشان أول ما تبقى مشروعات التنمية جاهزة تعطي مردودها القوي يبقى القوى المحركة بتاعتها جاهزة. فاحنا عندنا النهارده حوالي ألف ميجا موجوده بشكل جيد سيربلس او يعني فيها زيادات هي جاهزه تدي تضخ الطاقه للمشروعات اللي في المنطقه الاقتصاديه في محور قناه السويس او في مكان المثلث الذهبي انت عندك مشروعات كتيره لسه ما حد سمع عنها العمل فيها قائم على قدم وساق وانس أنها تبقى قادره على التشغيل تبقى محتاجه الكهرباء. انت عندك الكهرباء دي النهارده فانت بتامن مش بس الوضع الموجود والامداد انت تؤمن الامدادات للمشروعات اللي جايه ان شاء الله دكتور ماهر عزيز حضرتك شرفتني في يوم احتفالي زي ده شرفت بالوجود معاك يا فندم شكرا جزيلا عايش فندم وبعد الفاصل مشاهدي الكرام اسمحوا لي ايضا هاشرف بضيوف كرام هيشرفوني لانهم شرفوا بلدنا مصر في الولايات المتحده الامريكيه والأولمبياد الخاص اللي شاركوا فيه على مستوى كره القدم ورفعوا عالم بلدنا هناك اسمحوا لي بعد الفاصل